نبتدي بالمبادرة اللي حضرتك يعني اتكلمت عنها، وبالتالي كانت كل الوسائل تناقلتها وتفاعلت رئاسة الجمهورية من خلال الوزيرة فايزة أبو النجا، وهي شخصية عظيمة جدا ويعني شخصية هائلة وبتعمل في صمت فعلا جدا جدا. انت شايف ان الدولة مش مهتمة بصناعة السينما ولا بتقدر الفنانين؟ للأسف بعد التجربة دي هتلاقيني بقول لك حاجة تانية خالص. ازاي بقى؟ طيب احكي لنا بقى، احنا عايزين نعرف. اولا مش عايز احبطكم في حاجتين، خليني اقول معلومتين سرعة. المعلومة الأولانية، أنا ما عنديش في الفيسبوك مقارنة باللي أنت كنت بتقوله في الفقرة الأولانية. أنا لما وصلت لي البتاع دي كانت على الفيسبوك. فاهم فاهم، هي اتنقلت على الفيسبوك بشكل قوي جدا. حضرتك بتطالب بمنع الفيسبوك أصلا. فكرة وسائل التواصل الاجتماعي، فاهم، وسائل التدمير الاجتماعي. ده صحيح. هي ليست اجتماعية على الإطلاق وليست تواصل على الإطلاق، وهي أساس أعمال مخابراتية من الدرجة الأولى. بيتبعها كل الجهلة، وحتى مثقفين في يوم من فيهم جهلة بيتبعوا هذا الموضوع كالقطيعة. تفتكر لو في إيجابيات؟ ما فيهاش. تفتكر ممكن نعمل زي الصين؟ هو بصراحة الصين أفضل ناس في العالم. أيوة، بس احنا نقدر نعمل إشاعة واحدة تبقى مصيبة. يعني درء المفسدة مقدم على قلب الله. الله ينور عليك، هي دي جملة صحيحة. أنا أرى أن الفيسبوك ووسائل الاتصال كلها التواصل هي وسائل للإفساد، هي وسائل غير اجتماعية على الإطلاق، بالعكس هي منعتنا من الاجتماع. صحيح. وأنا أرى أن قريبا هيبقى في علاج من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بقى إدمان وبقى بيجيب حالات عصبية للناس اللي موجودة وبتتفاعل معاهم. بيصدق الكذب أكتر من أي شيء، ومهما قلت له فهو هيفضل في البيج لاي او الكذبه الكبيره بتاعته اللي هو عايش جواها ومحصور جواها. ايه اللي خلى الصين كبلد كبيره مش محتاجه كل الكلام ده انها تاخد هذا القرار؟ أنا سافرت، واحنا كمصر، انا سافرت الصين وعندك ميلاد ونص بيمشوا في الشارع. هقول لك معلومه بسيطه، كلهم بيمشوا بنفس الريتم. انا استغربت من الحكايه دي. قلت يمكن عشان الهيوميديتي، عشان الحراره، عشان كذا. لا، لان لو واحد فيهم سرع او بطا في مليار ونص هيعطل. في انضباط وتحط ولا يسرع ولا يبطئ. يعني هو في سيستم معين، هو لو بطأ فيه او سرع فيه هيحصل خلل كامل في الكم بتاع الجموع الكتير اللي موجوده. بس هو كشعب كان ممكن يعترضوا، يقول لك لا احنا عايزين. ما هنا النقطه، لو عمل ده هتبقى المصيبه ان الاشاعه عنده هتنتشر عندنا. تعالي النهارده جربي كده على الواتساب، مش هقول لك على الفيسبوك. قولي فلان مات. على مثلا 100 نفر عندك. على اخر اليوم مصر كلها فلان مات. عندهم بتجرب مثلا؟ اكيد. اكيد في قوانين جامده جدا هناك. وعلى فكره مش قمع، لكن يبدو ان ده صح.